وهكذا تعرض علينا تعرض عليه أعمالنا وتعرض عليه صلواتنا فيفرح بها ويصلي علينا. أليس في صلاته علينا نفعل لنا؟ لا شك. قال دليل على ذلك قلنا الحديث الذي رواه الطبراني بالسند الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني صلى الله عليه وسلم. وقال من صلى علي بلغتني صلاته وصليت عليه. وصلى عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون صلاة دائمة مقبولة تليق بجنابه العظيم صلى الله عليه وسلم. من صلى علي بلغتني صلاته قال وصليت عليه أي فورا تبلغه أسرع من لمح البرق لأن هذا عالم روحاني. متى روحك توجهت فاقبلت هناك. هذه قضية الأرواح أسرع من لمح البرق يا إنسان لأن البرق يرى البرق يشهد يشاهد البصر. أما قضاء الأرواح لا ترى فهي أدق وألطف وكلما كان ألطف فهو أسرع. هذا معروف. ما نبحث البحث نحن عم نعمر ونمشي فبنعطيك يعني شيء وتفكر في بعده. فلذلك قال من صلى علي بلغتني صلاته أي صورة وصليت عليه صلى الله عليه وسلم حالا توجه بالصلاة عليه. قال كم مصلي يصلي عليه؟ قل له كثير وكلهم يصلي عليهم رسول الله. قال شلون؟ قل له غير لون. الله أعطاه قوة في الإدراك وفي السمع وفي البصر والشهود وفي الشهود والاطلاع. بلاتي حال رسول الله على حالك يا انت. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في الدنيا قال للصحابة إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. أي أنتم حولي ولكن مو كل شيء هو يرى أنتم ترون عنه وكل شيء يسمع أنتم لا في شيء صوفي. يا إنسان لا تقص رسول الله على نفسك. قصه الله بخصوصيات وأعطاه المراتب والمقامات والسميع البصير هو يبصر ويسمع من شاء ما شاء جل وعلا. إذا نفعه صلى الله عليه وسلم مستمر ما ينقطع. وقال عليه الصلاة والسلام قال فأكثروا من الصلاة علي أي يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا كيف تعرض عليك أي بعد الموت يا رسول الله وقد أرمت أي بليد؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فالأجساد الشريفة باقية محفوظة والأرواح هكذا فيها الحياة الكمال وهكذا فهم أحياء بالحياة البرزخية التي هي أعلى وأكمل وأعظم وأقوى من حياتك في الدنيا يا إنسان. وهكذا خيره وفضله وكرمه ونفعه صلى الله عليه وسلم مستمر بدليل هذه الأحاديث ذكرناها.